بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو الجديد اليوم متاعنا من قناتنا فيشينغ بروفيشنال فيشينغ تشالنج، باش نقدموا لكم اليوم كيفية تحضير قصبة الصيد من ألف إلى الياء. إذا قبل ما نبداو، إذا نوصيكم أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الماكينة بتاعنا هذه الماكينة بتاعنا. إذا ناخذ القصبة، إذا نصف الأول بالقصبة، نصف الثاني مانيش نحتاجوه، نحتاجوه وقت باش نركبوا القصبة باش نصطادوا في المرحلة الأخيرة. إذا عندنا فتحتين هنا، فتحتين شوفوا مع بعضنا، إذا فتحة من الأعلى فتحة من الأسفل. إذا ندخلوا الماكينة بتاعنا في الفتحة العلوية، ثم ندوروا بهذه الطريقة، ندوروا لين المقبض يكبس تماما على الماكينة بهذه الطريقة. إذا الماكينة بتاعنا جاهزة الحين. إذا قبل ما نركب الخيط يجب أن نفتح الماكينة. إذا نفتحها، إذا نفتح الماكينة ثم ناخذ الخيط بتاعنا، خيط حرير. من الأفضل استعمال خيوط الحرير لأنها يعني ممتازة، تعطينا انسيابية، ومعناها لما نرميه القصبة بتاعنا الخيط يروح للمكان البعيد اللي نفضلوه. إذا هذا خيط حرير من النوع الممتاز، إذا متوفر في محلات الشحيري. نجم نشوفوا النوع من هنا، إذا إن شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم. إذا هذا الخيط الحرير، ثم ناخذوا إذا الخيط بتاعنا، نوريكم الطريقة قبل ما نركبوه في الماكينة. إذا هذا الخيط، الخيط نعمله حق دائرة، دائرة، شوفوا معايا. إذا هذه دائرة، دائرة، ثم داخل الدائرة الكبيرة دائرة صغيرة بهذه الطريقة، ثم ندخل طرف الخيط. إذا تشوفوا معايا، إذا دائرة كبيرة داخلها دائرة صغيرة، ثم طرف الخيط ندخله في الدائرة الصغيرة ثلاث مرات، ثم ناخذ الماكينة بتاعنا، هذه الماكينة بتاعنا، وندخلوا إذا الدائرة الكبيرة في الماكينة، ونسحبوا طرف الخيط، أطراف الخيط اثنينها بهذه الطريقة، نسحبوا إلى أن الخيط ياخذ مكانه. ثم بعد نقص الطرف الزايد، ندوروا الخيط دورتين باش ما يدورناش في الفراغ، ثم نسكروا الماكينة بتاعنا. هكا الخيط ولا داخل الماكينة، لأن لو نركبوا الخيط وهذا الماكينة مش مفتوحة، ما الخيط مش يجي برا، يجي برا المنظومة. ثم نبداو ندوروا الخيط قاعد يمشي معنا، مكان تليق شوية، ندوروا لين الماكينة تتعبى بالخيط. نحنا مانيش في نعبيها بالخيط باش نوفر عليكم وقت، وقت المشاهدة. ندوروا نلفوا لين الماكينة بتاعنا تتعبى بالخيط. خلاص نكتفيو بهذا القدر. إذا شوفوا إذا الخيط بتاعنا تعبى في الماكينة، مازال ناقص كل النصف. خلي الماكينة ترتاح، ثم إذا ناخذ الخيط النايلون. هذا خيط نايلون من النوع الممتاز، نفس الشيء متوفر في محلات الشحيري. إذا هذا الخيط أنا خرجته من العلبة بتاعه. إذا هذا خيط ألماني، خيط 90 ألماني، هذا نحتاجوه، فيه قوة ومتانة خاصة في الصيد الكبير. إذا ناخذ قرابة متر،
على مد ذراعين بهذه الطريقة. شوف القطعة بتاعنا على مد ذراعين. من ثم ناخذ إذا الهوك أو الصون أو صنار مثل ما تسميوه في المناطق متاعكم. هذا إذا الهوك من النوع كذلك الممتاز. إذا هذا اسم نوعية الهوك متوفر في محلات شحيري. شوفوا فيه إذا ناخذ إذا الربطة بتاعنا إذا علمت لكم قبل. إذا ما هي ربطة سهلة. إذا ناخذ طرف الخيط وطرف الخيط الثاني. إذا الأطراف متقابلة. هذه من أقوى الربطات. إذا ثم ندور إذا على إذا طرف الخيط الخارجي. إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ثم نسحب طرف الخيط الأمامي هكذا بهذه الطريقة. نسحب لين يتجمع عندنا الخيط. وهذا إذا الهوك بتاعنا تربط. هذه الربطة بتاعنا القوية المتينة اللي مستحيل يقدر يفكها السمك إلا إذا قطع الخيط. كان السمك عنده أسنان وقدم يعني هذا. ثم ناخذ الثقل بتاعنا. هذا الثقل بتاعنا رقم أربعة لأننا نحب نرميه للداخل في العمق باش معناها الخيط بتاعنا ما يتحركش ما يحركوش الهواء. إذا كان ثم هواء يركح في مكانه يشد مكانه. نجيو إذا نخليو الخيط طويل شوية باش تلعب به الماء الداخل. تشوف الأسماك لما تلعب. إذا نشوف إذا ناخذ الخيط على اثنين هكذا. إذا بهذه الطريقة شوفوا معي يعني هنا. ثم ندخلوا الخيط طرفي إذا هذا ندخلوه في ثقب الرصاص. ثم شوف بهذه الطريقة. ثم نرجعوا داخل الرصاص ونسحبوا باش معناها الخيط نتاعنا ما يزيد ما يتحركش الرصاص من مكانه. نجم نزيدو نعمل بهذه الطريقة دائرة وندخلوا الخيط طرف الخيط واحد اثنين وثلاثة. ثم نسحب خيطنا وبهذه الطريقة إذا تحصلنا على الخيط متاعنا. إذا الترقيعة تسمى الترقيعة أو البريد. ثم إذا نرجع هذا كل واضح إن شاء الله يكون واضح في الصورة. نرجع للنتيجة متاعنا. إذا الماكينة متاعنا نفتح الماكينة ندخلوا إذا الخيط إذا في طرف الثقب الأول ثم نركبوا القطعة متاعنا الثانية إن شاء الله تشوفوا فيها. ركبوها بعملية بشكل طبيعي جدا للماكينة. إذا ركبناها بعد ما ركبوها إذا لا حاجة لتركيبها ودخلها هنا. إذا ثم ناخذ إذا الطريقة الآتية. عندنا إذا خيط حرير والخيط النايلون. إذا ناخذ الأطراف الاثنين أطراف الاثنين. إذا ناخذ شوية شوية من الخيط. إذا الأطراف الاثنين. إذا عندنا الأطراف الاثنين بهذه الطريقة. إذا ناخذ الخيط النايلون نعمله دائرة دائرة شوفوا فيها وندخل الخيط مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ثم نسحبه طرف الخيط هذه الطريقة بعد الخيط يتجمع لي. ثم ناخذ الخيط الحرير نفس الشيء. إذا دائرة ونلفوه على الخيط النايلون. إذا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يكفي. نجم
نعملوا حتى سبعة قد ما نحبوا نحن. ثم نسحبوا طرفي الخيط، إذا طرفي الخيط شوفوا معايا، شوفوا نسحبوا 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 إلى أن يتجمع الخيط من الأطراف الاثنين. نسحبوا وبهكا نكونوا ربطنا الخيط النايلون بالخيط الحرير. نقص الطرفين، الطرف من هنا والطرف هذا، وبهذه الطريقة أصبح قصبتنا جاهزة. لأن أنا محبتش نركب الطرف الثاني من القصبة، أنا مكان هنا. إذا نسكروا الماكينة بتاعنا، نسحبه بهذه الطريقة، أصبحت الماكينة بتاعنا جاهزة للاستعمال وللصيد. شوفوا إذا خيطنا راكب، إذا ركبنا خيط الحرير في خيط النايلون، ركبنا الثقل، ركبنا الهوك بتاعنا. وبهذه الطريقة إذا قصابتنا جاهزة للصيد. إذا ما ننساوش لما نبدأ نصطادوا لازم نفتح الماكينة أثناء الرمي. إذا نمسك بهذه الطريقة، بهذه الطريقة ثم نفتح ثم نرمي قصبتنا. وبالتوفيق لكل إخوة الصيادين، وإن شاء الله إذا تتوفقوا بحول الله في صيدكم. إن شاء الله تكون حصلت الإفادة. نشكركم على متابعة هذا الفيديو، ونحن قاعدين نتعلم منكم ونعلموا اللي تعلمناه لغيرنا، وإن شاء الله نكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. شكرا لكم على مشاهدتكم واستماعكم. ما ننساوش نشتركوا في القناة ونفعلوا الجرس ونعملوا لايك أعجاب حتى تستمر هذه القناة. والسلام عليكم وشكرا.